بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أحييكم في مدرسة دار الثقافة الأهلية لمنصة التعليم عن بعد في مادة التوحيد للصف الثالث المتوسط. درس اليوم ألا وهو الدرس الثامن، وهو نسبة النعم لغير الله سبحانه وتعالى. تمهيد: يجب نسبة النعم لله ولا يجوز نسبتها لغيره. فما صور نسبة النعم لغير الله وما أمثلة ذلك في واقعنا؟ أولا، المراد بنسبة النعم لغير الله، المراد بنسبة النعم لغير الله هنا إضافة النعم إلى السبب الظاهر مع نسيان المسبب، وهو الله سبحانه وتعالى، وهو المنعم الحقيقي في ذلك النعمة. ننتقل إلى صور من نسبة النعم لغير الله. أولا، هو قول لولا فلان لم يكن كذا. قال عون بن عبد الله في تفسير قوله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم يكفرون وأكثرهم الكافرون، يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وهذا كما يقول بعض الناس: لولا الطيار لهلكنا، أو لولا أن السائق كان حاذقا لاصطدمت السيارة. وفي هذه الأحوال يجب نسبة النعم إلى الله سبحانه وتعالى، فيقال مثلا: كان السائق بفضل الله حاذقا، وفق الله الطيار لكذا. أو يقال: لولا الله ثم لكان كذا، ونحو ذلك من عبارات آت التي فيها نسبة فضل الله جل وعلا، وأن مخلوقه ما هو إلا سبب أعطانا تعالى النعمة على يده. النشاط الأول: اذكر ثلاثة من وقعك على الصورة الأولى. الصورة الأولى اللي هي مثلا تقدم الطب قضى على الأمراض، وهو بفضل الله سبحانه وتعالى قضى على الأمراض. الخطط التنموية تقضي على الفقر والجهل، وهي كلها بفضل الله سبحانه وتعالى. ثالثا، حصلت على هذه الكنوز بسبب حقي ومعرفتي بوجوه المكاسب، وليست هي من الله سبحانه وتعالى، فهي من الله سبحانه وتعالى. الصورة الثانية: قول هذا بشفاعة آلهتنا. قال ابن قتيبة في تفسير الآية السابقة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا، والمعنى أن الله أنعم على الكافرين بشيء من رزق أو ربح أو نزول مطر، يقرون بأن الله تعالى رزقهم ذلك، يعودون فينكرون بقوله: رزقنا بشفاعة آلهتنا. الصورة الثالثة: قول كانت الرياح طيبة وملاح حاذقا. قال بعض السلف في تفسير الآية السابقة: كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير من الناس، والمعنى أن الله تعالى أنعم على أهل السفينة بالسلامة، نسب ذلك إلى غيره كالريح وقائد السفينة. مع أن الله تعالى هو الذي أجرى الفلك في البحر وسخر لها الريح، فكان الواجب أن تنسب النعمة إليه، لأنه هو المنعم بها، وفي حكمها قول كان السائق ماهرا، وهو كله بفضل الله سبحانه وتعالى، هو الذي دبر كل شيء فيها. الصورة الرابعة: نسبة المطر إلى غير الله سبحانه وتعالى، كقول مطرنا بنوء كذا وكذا، نوء معنى بفضل كذا وكذا أو فلان وهكذا. حكم نسبة النعم لغير الله سبحانه وتعالى نوعان: الأول هو كفر أصغر لا يخرج من الملة فقط، ويسمى كفر النعمة، وهو نسبة النعم لغير الله باللسان فقط وليس بالقلب واللسان. ننتقل للنوع الثاني، عفوا، الدليل على ذلك قول الله تعالى: معنى الآية الكريمة أن الكفار يعرفون نعم الله عليهم ولكنهم ينسبونها إلى غير من آلهتهم الباطلة أو آبائهم وأجدادهم، وهذا بسبب كفر بالله تعالى. ثانيا، حديث زيد بن خالد جهني قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الصبح بالحديبة على أثر سماء كانت من الليلة، فلما انصرف النبي أقبل غير الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. النوع الثاني، الكفر الأكبر، وذلك إذا نسيت النعم، نسبة النعم إلى غير الله على أنه هو الخالق لها والمعطي لها على الحقيقة، أو جحد الإنسان نعمة الله مطلقا، أو نسبها لله بلسانه مع إنكار ذلك بقلبه، فهذا كله من الكفر الأكبر المخرج من ملة الإسلام. نشاط:
قارن بين نسبة النعم لغير الله حسب الجدول التالي. نسبة النعم لغير الله تكون كفرا أصغر متى؟ إذا كانت باللسان فقط. مثالها أصابت الخيرات بشفاعة فلان، تكون كفر أكبر إذا نسبة النعم باللسان والقلب مع إنكار القلب ذلك. مثالها مثل مطرنا بنوع كذا وكذا. تقويم السؤال الأول، عدد ثلاثة من صور نسبة النعم لغير الله سبحانه وتعالى. الأول هو قول هذا بشفاعة آلهتنا، والقول الثاني لولا فلان لم يكن كذا، والقول الثالث هو نسبة المطر إلى غير الله تعالى كقول مطرنا بنوع كذا وكذا. السؤال الثاني، بين نوع الكفر فيما يلي. الأول مطرنا بنوع كذا وكذا، يعني هو في الصورة الثالثة كفر أكبر. الثانية أصابتنا خيرات بشفاعة فلان وهو كفر أصغر. قول لولا الله وفلان لكان كذا هو كفر أصغر وكفر بالنعمة. في الختام معلومة ثرائية، قال ابن القيم رحمه الله، فإن أصل الشكر هو الاعتراف بين عام المنعم على وجه الخضوع له والذل والمحبة، فمن لم يعرف النعمة بل كان جاهلا بها لم يشكرها، ومن عرفها ولم يعرف المنعم بها لم يشكرها أيضا، ومن عرف النعمة والمنعم لكن جحدها كما يجحد المنكر لنعمة المنعم عليه بها فقد كثرها، ومن عرف النعمة والمنعم وقر بها ولم يجحدها ولكن لم يخضع له ويحبه ويرضى به عنه لم يشكرها أيضا، ومن عرفها وعرف المنعم بها وقر بها وخضع المنعم به وأحبه ورضي به وعنه واستعمل في محبة وطاعته فهذا هو الشاكر لها، فلا بد في الشكر من علم القلب. هذا وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد. انتهى الدرس.